زي ما بيقول التقرير، هل دكتور معتز مطلوب الآن أن يكون في شيخ أزهر بيسمع الكلام؟ يعني شيخ أزهر عفوا ملاكي ينصاع ويعمل المطلوب؟ وهل ما نراه هذه الأيام بالنسبة للأحداث الأخيرة هي محاولة نوع من القصاص لمحاولة شيخ الأزهر الحفاظ على استقلالية مكانة الإمامة ومكانة الأزهر الشريف في أن هو يكون فعلا حجر زاوية ويكون منارة للوسطية وللتسامح ولاتباع العقل العلمي الذي لا يهادن ولا يعني يمالئ حاكم كائنا من كان؟ ده هي يعني واحدة من أهم إنجازات هذه الثورة، إنها خلقت مساحة من الاستقلال النسبي للمؤسسات معينة عن سيطرة حاكم يأمر والباقي يطيع. والأزهر ومعه طبعا معه لا شك الكنيسة من ناحية أخرى، ومعه مؤسسات الدولة فيها القضاء وعلى رأسها القضاء، وضعت في الإطار اللي المفروض ما تكون عليه، وهي أنها تتمتع بالاستقلال النسبي. كلمة الاستقلال النسبي مش استقلال مطلق، يعني ما هيش كأنها دولة تانية، يعني أصلا مش هنلاقي كده إيه في جيش للأزهر والأزهر بيضرب ضرائب وزي ما كان موجود في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في الدولية. لا ما عندوش. هو طبعا مؤسسة الدولة، يحكم بالقوانين اللي في الدولة، يحكم بالدستور اللي في الدولة، وهو ده الوضع السليم له. وبالتالي الرسالة ولابد أن يكون واضح للجميع، وأنا مش عايز أبالغ، يعني مش عايز أوجه أصحاب الاتهام لحد، إنه احنا توافقنا على مجموعة من القواعد صيغت في عبارات في الدستور، في مشاكل في بعض المواد، لكن ما تقولش ان مدرسة زي المادة الرابعة كان الازهر الشريف دي عليها خلاف كبير. ما لاحظتش حاجة دكتور، يعني بالذات في اخر عامين، انه ما فيش اي خلاف علني او مكتوم ما بين الازهر والكنيسة في مواقف، يعني ما تلعوش الاثنين في مواقف مضادة ابدا، بالعكس طول الوقت الاثنين في خندق واحد وبيتبنوا نفس المواقف من القضايا العامة. والله استاذ عمر الواحد الحقيقة يعني دي نقطة نتوقف امامها كثيرا، يعني الدستور المشاكل في اقول فيها بعد في وثائق الازهر التي صدرت كانت الكنيسة دائما مؤيدة ومباركة لمواقف واوراق الازهر. أكثر من كده، أنا ملاحظ إن السنتين الأخيرتين دول شهدوا يعني تعميق ثقة مطلقة بين الأزهر والكنيسة، وعمليا طبق. يعني مثلا يجي حد من لجنة الحريات الدينية في الكونجرس يسألني عن الأمور هنا، وأنا بعد ما أتكلم معاه أقول له أولا قبل ما يجي برضو كارتر هو الوفد بتاعه الليدرز بيقولوا عايزين نقابلكم ونقابل الكنائس، قلت لهم تعالوا قالوا احنا الاثنين في بيت العائله. اللي قلته لجنه الحريات قالوا الانبا ارميا للامريكان. احنا متفقين اتفاق محدد ودقيق جدا ان عندنا مشاكلنا وهنحلها معا، والاثنين والكنيسه بوطنيتها بتقوم فيه ده بدور عظيم جدا. كان فيه دايما درجه من الثقه كبيره بين الازهر والكاتدرائيه، لكن في السنتين الماضيتين دول انا شايف عن قرب. يعني مثلا تيجي حاجه من اللقاء مع حد اجنبي، يجي لنا وفد من قساوسه من بلد في اوروبا عايزين نيجي نتقابل كلنا، اسيب الاقي الانبا ارميا والانبا يوحنا قلته بيتكلموا عن الازهر اكتر مني واحسن مني، وما هماش مضطرين لهذا على الاطلاق. في صدق حقيقي وشفافيه في التعامل زاد جدا، والازهر في هذا الشأن بأكبر بلسم بيلغي جرح اريد له ان ينزف من فتره طويله جدا، وده من احد العوامل لازم الدوله والشعب والناس، الشعب متنبه ليها جدا الحقيقه، والامه المصريه واعيه بيها جدا. الوثائق بقى اللي انتجت الازهر يعني حوار من نوع جديد. الامام الاكبر قال سياسه الحوار هتبقى مختلفه، عايزين حوار داخلي الاول. كان في بعض المؤسسات حوار مع اوروبا قال مش معقول نعدي المتوسط نتحاور واحنا ما بنتحاورش، حوار مع المثقفين المدنيين لكن وحوار بما فيهم من مسلمين ومسيحيين. والوثائق كان فيها الاطراف واسماء اللي ساهموا في الجلسات موجوده تماما، وفي بعد ما صدق الجميع على ان وثيقه الدوله مثلا وثيقه الحريات الاربع الاساسيه اللي ما حدش بيتكلم عنها كتير، ده مهم جدا، اهم وثيقه الدوله. وعلى فكره هي دي الوثائق الوحيده
ده منذ الثورة حتى الآن اللي توافق عليها الجميع. الجميع يعني في جلسة بعد ما صدرت دعي كل الأطراف الفاعلة الرموز منها، وكان البابا شنو ده لسه موجود بس كان في شهره الأخير أو ما قبله. وقلنا الإمام قال لهم رأيكم، البابا شنو ده قال تعالى هتهالي هنا وقف جنبي اقراها لي، كان ما بقاش يعني بيمارس القراءة بنفسه. رانا قال طبعا وافق وقع عليها تماما، ما فيش غير مرة واحد فقط، فرد واحد الحقيقة، وقال لي تحفظ وعدت. لكن رد فعل الوثائق دي في العالم العربي وفي أوروبا أكتر من في مصر. واهتمام، أنا لسه بعد أسبوعين رايح اليونسكو علشان أتكلم عن وثائق الأزهر، وقالوا تصلح لكل منطقة الربيع العربي لأنها متشابهة الثقافات. السؤال نعم، كيف بقى هنا للدكتور عبدان، كيف تفسر إذا كان هذا هو مستوى العلاقة ما بين الأزهر والكنيسة؟ نعم. ما نشهده هذه الأيام في محاولة تسخين أحداث فردية حتى تصبح يعني بالشكل اللي موجود. والنهاردة الخطر مش اللي حصل في الخصوص، الخطر اللي بيوري لك الترصد، يعني ممكن الخصوص حدث فيه انفلات للأعصاب، وهذا جائز يحدث في كل الدول ما بين مسلم ومسلم، مسيحي ومسيحي، بوزي وبوزي، بيحصل في كل الأماكن. لكن أن تخرج جسامين لكي تشيع وهي في طريقها لعملية الدفن ثم يتم الاعتداء عليها عن عمد ومن قوة حتى الآن ما زالت مجهودة، ويتم محاصرة الكاتدرائية ومحاولة الاعتداء عليها وإلقاء مولوتوف عليها وإطلاق نيران عليها، ده بيديك علامة استفهام كبير. فهمك إيه ده؟ والله فهم يعني يمكن بيعكس كما أشار الدكتور معتز قبل كده إلى الحالة المجتمعية اللي احنا وصلنا فيها. الشعب المصري طول عمره بيحترم الموت، وكلمة جنازة دي كلمة لها قداسة لدى الشعب المصري كله، يعني بدون أن تعرف كنية أو ما هو المتوفى، مجرد جنازة لها الاحترام، مجرد جنازة. صح. وبالتالي طبعا دي أسرة بالظبط تأسس سيدنا الرسول، يعني لنا ليها مثلا عندما قام احتراما للجنازة قالوا لنفس. فعندنا متوارث لدينا كمان في التراث المصري قضية الجنازة. عارف الجنازة في الصعيد بنسميها ايه؟ الواجب. يقول لك فلان عنده واجب، يعني فلان عنده جنازة. صحيح. يعني الجنازة مرتبطة بالواجب المجتمعي من الأفراد أن يواسوا ويساهموا في إخراج الجنازة ويساهموا في دفنها ويساهموا في تعزية المكلوم أو المصاب أو أقارب وهكذا، وحتى يتبادلوا يعني الطعام، وفي هناك يعني حاجة متأصلة في الشعب المصري. أنا مش عارف من هو وكيف وما هي الدوافع وما هي الأفكار التي يعني أصيب بها مواطن مصري إنه يعتدي على جنازة أي بنية تحت أي سبب من الأسباب. صحيح صحيح. ده لو في طار وجنازة طالعة، طار اللي هو يعني الناس بتقتل بعض فيها، وطار وشرف والآخر مرتبط بأشياء كثيرة. الجنازة لا، يعني حتى في حالة الصراع والحرب انت مش هتعرض لعربية اسعاف ولا الواحد ميت. ها يا اخي لا تجوزوا على جريح. يعني هناك قضايا اخلاقية سواء مستمر بين العقل والمنطق او تراثنا المصري او العقل والمنطق او غير مقبول بالمرض اي درجة من الدرجات. وده بيحط علامة حمراء يا فندم، علامة حمراء، خدوا بالكم من دولتكم لانها في طريقها للانهيار. ربنا يستر. بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار مرة أخرى على الهواء مباشرة. تابعونا إن أردتم وإن شئتم.